مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير نوتيلا لافا كيك. عنا 5 بيضات، بحط كمان فوقنا 3/4 الكوب سكر، وكمان فانيلا. اذا ما عنا فانيلا باودر منحط ملعقة صغيرة فانيلا سائلة. بخلطن على سرعة عالية مع بعض. بصر المزيج بهيدا الشكل منوقف خلط. بحط نص كوب زيت، زيت نباتي اكيد، كمان نص كوب مي. هلا بنخل كوب طحين، كمان نص كوب كاكاو، ملعقتين صغار بيكنج باودر، كمان رح حط فوقهم شي خفيف ملح. هلا بخفق على سرعة خفيفة وبحط شوي شوي من الخليط. عندي قالب دهنته الزبدة، بحط الخليط. أكيد عم حمل فرن على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل. بعمله بهيدي الطريقة، هلأ بحطه بالفرن. هيدا الكيك بعد ما طلع من الفرن حطيته على جنب لبرد منيح. هلا عنا النوتيلا دوبتها بهيدا الشكل. منحط النوتيلا بهيدي الطريقة، طريقة جدا سهلة وسريعة. بعملها بهيدي الشكل، مدهم بهيدا الشكل. هلا بحط شوكولا كمان. بسم الله.
واو، هيدا الشكل النهائي. هذا اللافا كيك اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.